انا جبت ولد واحد. قولوا لي مين ابني؟ هدول الاثنين اولادك انت. بنت عمي خديه من صبحيه. قلت لك من هاللحظه هاي صاروا الاثنين اولادك. صبحيه الله يرحمها صارت بدار الحق. انا جبت ولد واحد مو ولدي. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت. شو يعني؟ كريمة إن شاء الله رح تكون ابنتي. إن شاء الله اللي مين ابني. ما بعرف. وحياتي اللي طعمنا إياهم بيوم واحد ما بعرف. كريمة هدول اثنين أولادي أنا. طيب اللي مين ابني؟ والله لا رضعهم هم الاثنين. والله لا ربيهم أنا الاثنين. بس اللي مين ابني؟ تومسون. ايه مايك شكلك بتقهر. صبحية عطتك عمرها. امي صبحية الله يرحمها حقها علينا انه ابنها يترحم عليها ويفكر كل عمره انه امه كريمة. هي لما تتوفى كان قلبي حاسسها، أمنتني بابني. أنا حملت هالأمانة وحطيتها بحضن أمه الثانية. إيه بس هيك بنكون عم نظلمها لكريمة. لا يا ما، ما ظلمناه. إذا ما عملنا هيك بنكون عم نظلم ابن صبحية الله يرحمه طول عمره. إن شاء الله ما نظلم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ماني حابب أشوفك هيك. توفى أبوه وراح أخوه وكنت صغير بس واقف مثل الصخرة جبل. شبك هلا لك ابني؟ والله يا عمي أبو طلال أنا زعلان على حريتي. يعني الله حرمها تشوف ضناها. من امبارح هو بس نفس الكابوس. قبل ما كنت عارف مين. امبارح كأني هيك لمحته أو بعرفه. كنت كثير خايف منه. انتو حرمتوني فرحت يصير عندي ولد. هي اللي يا أمي. نحن ما حرمناكي. بلا حرمتوني. بدل ما تعطوني إياه إلي حرمتوني لكريمة اللي صار عندها ولد. هي ما حطتلي حمى عليكي. وقيتها لو هي تقول لك مين ابنك. يا أمي لو كانوا الدنيا يقولوا لي مين ابني ما كانوا عملوا فيني هيك. لا 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 أنا ما بسكت على هالشي منه أبداً. ما بسكت. هذا الشي بيجوز بشرع الله. في محلات بالسوق مخلوعة ومسروقة. شوفوا شوفوا. شو حالك؟